السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج إحصائي كويس جدا اسمه SPSS وده تبع شركة IBM، في بديل لأوبن سورس مجاني اسمه PSBB عكس هو الحروف. طيب احنا هنشوف البرنامج ده دلوقتي، تمام؟ طيب دي الواجهة الرئيسية بتاعته. ممكن تيجي هنا من فايل تقول له نيو داتا، هيبدأ يفتح لك الشاشة بالشكل دوت. بتلاقي ده الداتا فيو بيعرضها لك، وهنا الفاريبل فيو. الفاريبل فيو يعني المتغيرات الأساسية. على سبيل المثال مثلا أنا عايز أقول له مثلا اسم الشركة أو اسم المريض، ده متغير، هيبدأ هو يحط فيه البيانات اللي هو عايزها. موضوع الاستقصاء أو موضوع البرنامج دوت إن أنا بيبقى عندي داتا كتير، فببدأ أحللها بحيث أشوف الاختلافات، وببدأ أشوف هل في حاجة مميزة. على سبيل المثال مثلا في المستشفيات وعندنا مرضى كتير جدا، فانا عايز ابدا اشوف المرض ده منتشر اكتر في الشباب ولا في الكبار ولا في الصغيرين، نسبه الوفيات اللي فيه. فمثلا كورونا، فبدا يحلل البيانات وبدا يكتشف في بعض البيانات مثلا ان هو ممكن صغار سن بس اللي بيتوفى بيبقى كبار سن. فدي معلومه ابدا اركز مثلا على علاج كبار سن. مثلا ممكن مثلا تلاقي ان في ناس عندهم من دين معين ما بيصابوش بالمرض دوت، فتبدا تشوف ايه السبب. ممكن مثلا يكون الناس دي ما بتاكلش لحمه، او العكس الناس دي بتاكل لحمه، او الناس دي مثلا متعوده انها تتوضا. يعني تبدا تحلل الموضوع علميا وتبدا تاخد المعلومات اللي تفيدك في البحث بتاعك. او ممكن بعيد عن الدراسات في المجال بتاعنا، ناس طبقت البيم وناس نجحت وناس فشلت، ايه السبب؟ فنبدا نشوف. تمام، خلينا مثلا نكتب متغير مثلا اسم الموظف. تمام، طيب نوع اسم الموظف دوت. هنا بيقول لي ان الحروف دي مش متعرفه، فانت ممكن تيجي جريد فونت وتروح مختار فونت عربي. تمام، هي دي المشكله، كويس انها ظهرت. فتبدا تشوف فونت يكون عربي عشان ما تظهرش المشكله دي. تمام، طيب ممكن تقول له بقى ايه. تمام، او ممكن تخليها انجليزي دلوقتي نيم مثلا. طيب الطيب، الطيب يعني ايه؟ هل هو رقم ولا كوما ولا دوت ولا داتا ولا دولار ولا سترينج، والويتس بتاعهم قد ايه، عدد الحروف اللي فات ايه. وطبعا لو رقم ممكن يكون فيه كسور عشريه، فالكسور العشريه دي عايزها قد ايه. تمام، طيب ممكن ده تقول له مثلا ده سترينج، ده نصي. اوكي، طيب الليبل ده يعني توضيح للحاجه اللي انا هعملها سيلكت هنا. تمام، طبعا لو فونت عربي هتبقى تكتب عربي. الفاليو تبدا تختار الفاليو معينه، هنبدا نشوف الفكره دي في الجاي ان شاء الله. هنا بقى بتبدا تشوف ميسنج فاليو، ممكن تقول مثلا انا عندي 3 4 قيم، او انا عندي رينج من كذا لكذا، هي دي الارقام بتاعتي. تمام، هنا الكولوم قد ايه، المحاذاه ليفت رايت وهكذا. طيب ممكن نقول له بقى انا عايز هنا مثلا الايش، العمر. تمام، العمر خليه نمبر. تمام، هنا ممكن تكتب بقى تلميح، يعني لما يقرب بالماوس يلاقي حاجه معينه. تمام، طيب ممكن نكتب مثلا هنا النوع. طيب النوع ممكن تخليها مثلا نمبر او اي حاجه انت عايزها، ممكن تخليها سترينج. طيب لو هي رقم ممكن نقول له ايه في الفاليو هنا، اقول له مثلا ان قيمه واحد دي معناها من، يعني لو كتب واحد هتبقى من. طب لو كتب اتنين تبقى وومن. طيب عندي الواحد براجل واتنين بوومن. طيب لما تيجي هنا في الداتا فاليو هتلاقي المتغير نيم هو الايج والنوع موجودين هما. طيب ممكن تيجي هنا تكتب مثلا اسم عمر، العمر تبدا مثلا تكتب 36، تيجي هنا مثلا في النوع هتكتب مثلا واحد. طيب هو كتب لك هنا واحد، ممكن تيجي هنا على الرمز دوت وتقول له اللي بالي، فهو الواحد هيتقلب لمان، ولو انت كاتب اتنين تمام الاتنين ديت لو دوست هنا هيكتب لك وومن. تمام، انت تكتب مثلا هبه مثلا. تمام،
اي مولود هو هبه من الله، تمام. العمر خليها 33 مثلا، تمام، وهكذا. فانت بتبدا تكتب قيم الناس اللي معاك، محمد تمام، السن مثلا 44، النوع مثلا مين، تمام. ولو جيت هنا هيكتبها لك 1 2، تمام. كل البيانات بتبدا تدخلها، وبعد كده بتبدا تشوف بعد ما تدخل المعلومات، مثلا في استبيانات عمل، كميه الاستبيانات اللي موجوده دي بتبدا تدخلها، وبعد كده تعمل لها اناليسيز. عايز اشوف مثلا الارقام الكبيره، عايز اشوف الارقام الصغيره، عايز اشوف مثلا هل في قيم اعلى من اللازم ولا لا، هل في قيم، تقدر تدخل الارقام اللي انت عايزها وتقول له اوكي، فيبدا يجيب لك تحليل للبيانات اللي موجوده. هل في رقم معين اتكرر اكتر من مره؟ هل في تركيز على حاجه معينه مثلا؟ يعني على سبيل المثال الناس المتفوقين كلهم مثلا من اسوان، فيبدا ينبهك لحاجه زي كده. الناس اللي سقطت مثلا كلهم مواليد شهر يناير، وهكذا. التحليل بنفاجئ بان بدل ما عندنا بيج داتا ومتناثره المعلومات، لا، اقدر اخد المعلومه اللي انا عايزها، وتقدر تعمل اناليسيز لكل المعلومات بعد ما تدخلها. اذا انت عايز تبدا تشوف اكبر رقم واصغر رقم، وتشوف الرقم اللي متكرر، وتشوف الريتيو بتاعك، وتشوف كل الحاجه اللي انت عايزها.